بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في أولى حلقات هذا الأسبوع من برنامجكم حياتنا، هذا البرنامج اللي يأتيكم دائما عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا الكرام، بداية يسعدني في هذا المساء أن أمسي بالخير على أخوي وزميلي نايف المسلماني. نايف، مساء الخير. مسك بالنور والسعادة سلمان أنت ومشاهدينا، ونتمنى بداية الأسبوع تكون بالمستوى اللي كنتوا تتمنونه ويكمل معاه إن شاء الله باقي الأسبوع، وتكون أيام سعيدة وجميلة، وكذلك ننجز بأعمالنا بإذن الله. أكيد نايف، الأغلب الحين في فترة إجازة وفترة نقاهة استعدادا للعام الدراسي المقبل خلينا نقول، وأغلب أولياء الأمور يوازنون أو يجدولون الإجازة مع إجازات أبنائهم، فتلاقي بعضهم مسافرين وبعضهم مريحين في الدوحة. والله قاعد ملاحظ انا في الشارع زحمه قلت شوي ترى. فتره الصبح تقصد؟ اي فتره الصبح، قبل يبيلك كم، نص ساعه، ربع ساعه، 20 دقيقه حسب دربك. لكن هذا اللي قاعدين نتكلم عنه اللي هو التخطيط. انت عندك اجازات ابنائك، فانت ترتب كذلك اجازتك وتكون فرصه بالنسبه لك ولاهلك، خاصه ان قدامك استحقاقات، وربما التقويم لهذه السنه يختلف لوجود المونديال. اكيد نايف، وفي بعد ونختم فيهم بدايه الحلقه الطلبه اللي عندهم مثلا كورس في فصل الصيف، نسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقهم، يمكن اختاروا فصل الصيف على اساس انهم يعوضون اللي فاتهم في الجامعه، وحتى انه يسرعون في عمليه التخرج. ففي البعض مداوم على مقاعد الدراسه، احنا اكيد كل الدعم لهم ونتمنى لهم التوفيق. الله يوفقهم ان شاء الله على درجه الحراره هذه يعني، والصعوبات اللي ممكن يواجهونها، ولكن دائما المسيرة التعليمية لازم تكون فيها المصاعب، علشان عقب بإذن الله تحس بالانتصار وتحس بالإنجاز لما أنك توصل للشهادة العلمية أو تأخذ تقدير يكون قد الطموح بإذن الله. على طاري الإنجاز نايف، راح نتكلم ونبدأ مع السادة المشاهدين بهذا الخبر، حيث حققت الدولة مشاهدي الكرام المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لمؤشر السلام العالمي للعام 2022. أكيد في محلت في المرتبة 23 عالميا من بين 136 دولة شملها التقرير 163 شملها تقرير المستوى الحالة الأمنية، متقدمة بست مراكز على السابق باعتبارها الأكثر أمانا. 63 ولا 163؟ 163 نايف. أيضا مشاهدي الكرام، حافظت دولة قطر على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. أكيد اهتمام اليوم دولة قطر في احتلالها للمراتب العالمية هذا أمر مهم جدا، ويأثر حتى في التصنيف بالنسبة للدولة على جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، أمر مهم ولازم احنا نكون كذلك عامل مؤثر في هذا الأمر. أكيد نايف، ولما نتكلم عن محور الأمن والأمان والسلام، فهذا أكيد جهود جهات عديدة متضافرة. إذا بنتكلم عن وزارة الداخلية بمختلف الإدارات والقطاعات، إذا بنتكلم عن وزارة الدفاع، إذا بنتكلم عن عدد كبير من الجهات أمانة، كل يعمل في اختصاصه وفي مجاله من أجل حفظ الأمن والسلام للدولة. أكيد، وإحنا نعيش هذا الأمن والسلام وهو جزء من حياتنا، لكن اللي يحس فعلا بالفرق لما يجونا من بعض دول العالم ويلمسون هذا الفارق اللي احنا قاعدين نعيشه. اكيد نايف، نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا الامن والامان ان شاء الله، ويبارك لنا في هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، نرجع لموضوع الطلاب، وبالنسبه للطلبه واولياء الامور اللي ينتظرون نتائج مجهودهم وصبرهم، افادت بهذا الشان مشاهدينا الكرام وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي بانها ستعلن ظهر يوم غد الاثنين نتائج اختبارات الشهاده الثانويه العامه للدور الاول للعام الاكاديمي 2021-2022. أكيد تقدم لهذه الاختبارات أو تقدم لها 13158 طالب وطالبة في عدد من اللجان داخل الدوحة وخارجها، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للطلبة والنجاح ومواصلة المسيرة التعليمية، وبإذن الله فالهم الدرجات العليا. هنا في 12 مسيرة من العناء ومن التعب ومن الجد ومن الاجتهاد، احنا عشنا يعني قبل فترة هالامور وكنا نتذكر يعني، فترة إعلان نتائج شلون فترة البيت كله ينتظر، مو بس الطالب اللي في الثانوية العامة، البيت كله ينتظر، الربع، الأهل، الكل ينتظر. ها بشر أمورك طيبة، فوق ال80 إن شاء الله، فوق ال90، كم جبت فيها المادة، كم جبت فيها المادة. نبتعد شوي عن السلبية، شفت ابتسامتك، لكن يعني لا والله تذكرت لما شفت درجتي كانت زينة، الناس كلها تنتظر، أنا كنت نايم. يعني مثلا في مثل هذه الأمثلة، لا بس خذها من باب الثقة. أيه. أنا كنت واثق الحمد لله رب العالمين. صحيت على راحتي، خف الضغط على الموقع الإلكتروني، دخلت شفت درجتي كانت الحمد لله مثل ما تمنيت. الحمد لله، وتميزت وتخرجت وما شاء الله. أنت اليوم في مكانة حلوة يا نايف. الله يجزاك خير سلمان، وإن شاء الله الفالي الجميع بالتميز ويكونون بالمناصب العليا بإذن الله تعالى. نكمل معكم أخبارنا لهذا اليوم، حيث يجتمع قادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد في النسخة 78 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا، وهو مؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي. تستمر الفعاليات التي تشرف على تنظيمها الخطوط الجوية القطرية 3 أيام. أكيد نايف، يجمع هذا المؤتمر ما يقارب من 240 شركة طيران عالمية، ويستقطب أيضا اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام أكثر من 750 ضيفا من قادة الطيران، وحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية دولية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا والاتجاهات العالمية المتعلقة بقطاع الطيران. أكيد مثل هذه المؤتمرات مهمة جدا كذلك بالنسبة لقطاع الطيران. إحنا اليوم نمتلك المطار رقم 1 على العالم، نمتلك خطوط جوية متميزة، ربما أصبحت اليوم هي المثال الأعلى بالنسبة لخطوط الطيران الأخرى. أكيد نايف، مع السادة المشاهدين راح نستعرض معهم فعاليات مؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي وعمومية آياتا في سياق هذا التقرير. ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام يجتمع قادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في العاصمة القطرية الدوحة في النسخة 78 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي. وتشرف على تنظيم هذا المؤتمر الخطوط الجوية القطرية، ويبحث عدداً من المحاور المهمة من بينها الآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا على قطاع الطيران، ودور قطاع الطيران في دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات المضرة بالبيئة، إضافة إلى مساعدة شركات الطيران للتصدي للتحديات التي تفرضها تعويضات الكربون والتحديات التنظيمية والمالية التي تواجه شركات الطيران العالمية. ويجمع المؤتمر ما يقارب 240 شركة طيران عالمية، وينظم للمرة الثانية في الدوحة التي سبق أن استضافته عام 2014. ويعد هذا المؤتمر حدثاً سنوياً دولياً ونوعياً في قطاع الطيران المدني، كونه يشكل فرصة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران وإيجاد حلول تسهم في ازدهار قطاع الطيران المدني في السنوات المقبلة. وحديثنا يستمر في نفس المجال، حيث حصد مطار حمد الدولي لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي بعد أن حل في المرتبة الأولى ضمن حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2022، والذي يقيم على هامش معرض ومؤتمر المطارات العالمي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. أكيد مشاهدي الكرام، هذا وقد حصل مطار حمد الدولي على المركز الأول كأفضل مطار في العالم بعد منافسة جمعته مع 550 مطاراً من المطارات العالمية الأخرى، وقد تمكن مطار حمد الدولي كذلك من الاحتفاظ بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي. أكيد اليوم مطار حمد الدولي أصبح يعني علامة خاصة بالنسبة للمطارات في العالم، يتميز بالعديد من المميزات، والجانب المشرق كذلك بالنسبة لهذا التصنيف أنه يعني لحد الآن أعتقد أن باقي مراحل باقية للمطار. يعني تخيل، وأنا أدعو السادة المشاهدين بعد لما تسافر أي دولة في العالم وتكون في المطار، وراجع قطر إن شاء الله بالسلامة، الفرق لما تجرب المطار في أي دولة وتجرب مطار حمد دائما تقول الحمد لله. اللي بالضبط أنا أقوله الله يعز الدوحة. اي أيوة والله يعني يفرق بشكل كبير، ولا مكسور في بعض مطارات العالم يعني لهم جودتهم، ولكن لما نتكلم دائما أقولها في قطر عندنا احنا أمثلة عالمية كثيرة، عندنا مستوى يحتذى به، لكن يعني في المستوى الأول وفي مستوى قطر. اي عندنا معيار مختلف، دائما المنافسة تكون بين يعني أنا سويت العام بسوي أحسن من اللي سويته العام، العام مميز ولكن أبي أتميز أكثر، وهذا الحمد لله اللي لمسناه سواء في مطار حمد الدولي وحتى في مختلف الأصعدة. نايف أكيد، فكل التوفيق لجميع القائمين وكل الشكر على جهودهم. وننتقل معكم مشاهدينا إلى خبر آخر، حيث كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها تتابع ظاهرة نفوق الأسماك بمنطقة الوكرة لمعرفة أسبابها الحقيقية. أشارت الوزارة في بيان إلى أن فرقا متخصصة من إدارة الرصد وإدارة الحماية البحرية قامت بالتنسيق مع مختلف الإدارات ذات العلاقة التابعة لها بزيارة الموقع ومعاينة الأمر. هذا من جانب نايف، وكما تم أخذ عينات من الأسماك والمياه للمختبر البيئي لتحليلها والتأكد منها. وجددت أيضا الوزارة التأكيد على أنها ستعمل على متابعة الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك بعد ظهور نتائج التحليل. ويذكر أن ظاهرة نفوق الأسماك تحدث على مستوى العالم، وفي دولة قطر خاصة بموسم الصيف، وأصبحت ظاهرة اعتيادية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة الأكسجين في المياه. نايف أكيد يعني هذا الخبر مو بأول مرة يمر علينا، في السنوات السابقة دائما يكون لنا وقفة في هذا الجانب، ويعني مثل ما ذكر في الخبر درجة الحرارة لها عامل كبير يعني، وهذا الأمر مش بس في دولة قطر. أكيد نايف، وهذا يعني مثل ما تفضلت أن احنا سنويا نتكلم عن هذا الموضوع في فصل الصيف. مشاهدينا الكرام، إلى موضوع آخر، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمسألة الحد والخفض والإدارة السليمة للنفايات وإعادة تدويرها، نظمت وزارة البلدية قبل أيام فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022. وتأتي أهمية هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام لدوره في تحويل النفايات إلى مصدر متعدد الاستخدام لعدد من المنتجات والصناعات والأعمال المتنوعة التي تخدم الاقتصاد وتساهم في الحفاظ على البيئة القطرية. أكيد لنا حديث أكثر، وضيفنا راح ينورنا إن شاء الله في الاستديو ليطلعنا عن فعاليات ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022، ولكن خلونا نشوف معكم هذا التقرير ونستمر بالحديث. مشاركة واسعة من كبار المسؤولين المعنيين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والشركات والخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة وتدوير النفايات شهدها مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني الذي نظمته وزارة البلدية في فندق شيراتون الدوحة. وقد اختتم مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني فعالياته بالعديد من العروض التقديمية، سواء تلك الخاصة بالتشريعات البيئية للنفايات الخطرة، وكذلك موضوع الرقابة والتفتيش على إدارة النفايات. وقد راهنت وزارة البلدية من خلال البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة على التوعية وإشراك جميع المعنيين، وعلى دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الدائري في دولة قطر. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا المؤتمر سعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو السيد حسن النصر، وهو مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية. مسي عليك بالخير بداية، وسعداء جدا بتواجدك في حياتنا. يا مرحبتين، أهلا وسهلا، شرفنا. يا مرحبا فيك أخوي حسن. يعني في البداية لو نتكلم عن النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر، نعم، بالنسبة حق مؤتمر إدارة تدوير ومعالجة النفايات في نسخته الثانية، طبعا مؤتمر ومعرض إدارة يهدف إلى المؤتمر إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع طبعا، وتبادل الخبرات في إدارة تدوير ومعالجة النفايات في الدولة طبعا. أكيد. اليوم سيد حسن عندنا شغلتين في قطر، يعني من اختصاصكم في وزارة البلدية، إذا بنتكلم عن رؤية قطر الوطنية 2030 في عدد من الجوانب، وأيضا الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. اليوم خلينا نتكلم عن أهمية هذا المؤتمر لتنفيذ الخطة والرؤية. أيضا بالنسبة حق أهمية المؤتمر طبعا لتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والشركات العالمية في مجال إعادة التدوير، وفي مجال الطاقة طبعا، تحويل المخلفات إلى طاقة حيوية طبعا. تم تكوين منطقة العفجة، منطقة إعادة التدوير. تم إنشاء حوالي حاليا لحد الآن يمكن ما يقارب 50 مصنع لإعادة التدوير في جميع المجالات طبعا. ومن ضمن الخطة الاستراتيجية ل 2030 وهو إعادة تأهيل مطمر أم سعيد وإنشاء مطمر جديد طبعا في المنطقة الجنوبية، نعم، وفتح مركز لمعالجة النفايات في الدولة طبعا. يعني هذه أهم المواضيع اللي ذكرتوها، ولا في أمور كذلك طرحتوا لها؟ أو فيه توقيع تعاون مشترك بين وزارة البلدية طبعا ومؤسسات في الدولة، مثل مطار حمد الدولي، مثل شركة كيبل، مثل شركة شاطئ البحر. عدة اتفاقيات صارت توقيع في فرز المخلفات من المصدر طبعا. أكيد. اليوم أيضا يهمنا أن نتعرف أكثر على المشاركين والجلسات النقاشية اللي تم تقديمها في المؤتمر والمعرض. نعم، في المقدمة تم جلسة مع سعادة الوزير ووزير البيئة ونائب الجامعة قطر طبعا وشركة خاصة في إعادة التدوير. جلسة حوارية طبعا تم مناقشة المصانع لإعادة التدوير طبعا، وتم مشاركة طبعا عبر المرئي من 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 طبعا دول أوروبية، وشرح يعني التكنولوجيا المتقدمة في إعادة التدوير في أوروبا طبعا. نعم. من أبرز المتحدثين اللي كانوا موجودين معاكم في المعرض والمؤتمر؟ نعم، من أبرز المتحدثين هو الرئيس التنفيذي لشركة كيبل السنغافورية، تكلم عن مركز المعالجة وإعادة التدوير طبعا في الدولة، اللي هي حاليا الأوبريشن هو لإدارة المخلفات طبعا. أكيد. الدولة، نعم. لكن أيضا كان للقانون حضور في هذا المؤتمر، نعم، والمعرض، فخلينا نتكلم أيضا عن استعراضكم للقوانين والتشريعات وتركيزكم عليها خلال هذه الفعاليات. نعم، تم إصدار طبعا تشريعات في إدارة المخلفات، اللي هي فرز المخلفات من المصدر. هذه آخر تشريعات اللي في المؤتمر طبعا، اللي هي فرز المخلفات، وضع حاويتين، حاوية المواد العضوية والحاوية الثانية إعادة التدوير، المواد القابلة للتدوير طبعا، وتم تعميمها طبعا في الدولة ويمشي عليه حاليا. نعم. يعني أخوي حسن، بشكل عام يعني لو تحدثنا عن أهمية إعادة التدوير ومعالجة النفايات وما يتم خدمة البيئة اليوم والدولة بشكل عام، نعم، من هذه الأمور اللي تقومون فيها. نعم، من أهمية إعادة التدوير أن حاليا نجمع في المركز المعالجة طبعا حوالي 2300 طن يوميا يعاد تدويرها طبعا كامل 2300، وفيه طبعا في مصانع إعادة التدوير اللي هي تقوم بفرز المخلفات طبعا في المطمر، واستغلال جميع المواد القابلة للتدوير واستغلالها طبعا في المصانع هذه في عدة عيون، منها البلاستيك، الألمنيوم، القزاز. 2300 طن يوميا؟ لا، هذه في مركز المعالجة فقط غير المطمر طبعا. ما شاء الله. بالإضافة إلى المطمر، المطمر بعد يعيد تدوير. نعم، هو يعتبر رقم كبير مقارنة بحجم الدولة واستهلاكها. يعني معتدل طبعا، يعني 2300 طن. هي المخلفات المنزلية. في الفائض طبعا يروح المطمر، بس يعالج في المطمر من الشركات الخاصة. نعم. مصانع إعادة تدوير. نعم أكيد. يعني اليوم سيد حسن تكلمنا بشكل كبير أمانة عن المؤتمر والمعرض الخاص بإدارة النفايات للعام 2022 اللي كان مؤخرا. ختاما، هل في رسالة حابة توجهها للسادة المشاهدين بما يتعلق بإدارة النفايات؟ نعم والله، في رسالة توعوية اللي هي فرز المخلفات من المصدر. حاليا تقوم وزارة البلدية بوضع حاويات في المناطق، نوعين من الحاويات، حاوية طبعا للمواد العضويه، والحاويه الثانيه لاعاده التدوير. فيعني شو اقول، يعني ممكن ان توعيه على اساس ان ما يضعون المخلفات لاعاده التدوير في العضويه، يضعونها في المخلفات الخاصه لاعاده التدوير. نعم. نعم. يعني ان شاء الله انه يكون في التزام من جانب المجتمع. احنا نشكر سيد حسن النصر مساعد مدير اداره التدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية. قواكم الله، وهذا الله الأمر أكيد يحقق استدامة بالنسبة للدولة. أكيد. شكرا. فمشكورة جهودكم، ونتطلع لنسخة ثالثة ناجحة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا أخي. شكرا. موفقين إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة راح نترككم مع هذا الفاصل القصير، وأكيد لنا عودة لاستكمال ما تبقى من برنامج حياتنا. إذن عود لكم مشاهدينا الكرام، وراح نكون معكم بإذن الله في فقرة أخرى نتكلم فيها عن مركز قطر للتكنولوجيا المالية، هذا التابع لبنك قطر للتنمية. أعلنوا عن القائمة النهائية للشركات التكنولوجية بالنسبة للتكنولوجيا المالية باختيار 13 شركة راح تنضم للفوج الرابع من برنامجي حاضنة ومسرعة قطر للأعمال. أكيد مشاهدينا الكرام، وأخوي نايف، أوضح مركز قطر للتكنولوجيا المالية أنه تلقى الكثير من طلبات الالتحاق ببرامج الفوج الرابع من الشركات الناشئة، وتلك الأكثر تطوراً في مجال التكنولوجيا المالية من أكثر من 60 دولة. أكيد لنا تفاصيل أكثر سلمان ومشاهدينا عن هذا الموضوع، وراح نشوفه معكم في هذا التقرير، ولنا عودة بإذن الله. بعدما تلقى مركز قطر للتكنولوجيا المالية أكثر من 460 طلب التحاق من الشركات الناشئة، وتلك الأكثر تطوراً في مجال التكنولوجيا المالية من أكثر من 60 دولة، أعلن المركز عن القائمة النهائية التي ستنضم إلى الفوج الرابع من برنامجي حاضنة ومسرعة قطر للأعمال. طلبات الالتحاق خضعت لعملية تقييم دقيقة وشاملة، وقد تم اختيار أفضل 13 شركة منها للمشاركة في البرنامجين. وستحظى الشركات المشاركة في الفوج الرابع برحلة احتضان وتسريع مميزة تستمر لمدة 12 أسبوعاً، وستحصل على الدعم الأساسي المطلوب لتأسيس أعمالها محلياً، ودعماً عينياً تصل قيمته إلى 70,000 دولار، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد والتدريب وغيرها. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعد أن يكون معنا في الاستديو سيد هلال علي الكواري، وهو أخصائي حاضنة الأعمال في بنك قطر للتنمية. مسي عليك بالخير بداية، وسعداء بتواجدك في حياتنا. الله يمسيك بالنور، ومشكورين على الاستضافة. يا مرحبا. في البداية يعني قبل أن نتكلم اليوم عن الدفعة الرابعة عن هذا البرنامج، لو نعرف عن البرنامج بشكل عام لحاضنة ومسرعة التكنولوجيا المالية. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز قطر التكنولوجيا المالية يندرج تحته أكثر من نشاط، من ضمنهم برنامج الحاضنة والمسرعة. بدينا احنا البرنامج في 2020 واللهم لك الحمد، الحين احنا في الفوج الرابع. البرنامج مختص حق الشركات الناشئه ورواد الاعمال اللي مهتمين في مجال التكنولوجيا الماليه. ف في بدايه شهر 2 فتحنا الطلبات حق الراغبين يسجلون في الفوج الرابع، ومثل ما تفضلت استقبلنا اكثر من 460 طلب من اكثر من 60 دوله. وعقب سوينا يعني مشينا على نظام معين على اساس ان نشوف من الشركات اللي هي يعني تنطبق عليها المعايير عشان ندش البرنامج، لين ما وصلنا على الشركات ال 13 اللي دخلت معنا البرنامج. يعني ما شاء الله من عدد كبير وصلتوا الى 13 شركه هي المختاره، لكن اخوي هلال لو تسمح لي انا يهمني ان نتعرف اليوم على طريقه الفرز او طريقه اختيار هالشركات ال 13 على اساس انهم يمثلون هذا البرنامج. ايوه، اول شيء نفس ما قلت لك احنا اول شيء نسويه نفتح الابلكيشن حق كل الناس سواء محلي او عالمي. فبعدها نسكر الابلكيشن، عندنا معايير معينه سواء اذا كان في الحاضنه او اذا كان في المسرعه، اهم شيء انه يكون البرنامج ماله السوليوشن ماله والحل ماله انه يقدر يطبق في دوله قطر، مو بانه شيء صعب ولا شيء انه ما يقدر يشرعه مع تشريعات مصرف قطر المركزي. وانه يساعد مو بس انه السوق المحلي، انه يقدر بعد يطلع للسوق العالمي. اليوم الشركات المختاره 13 هذه كم عدد الشركات القطريه منها؟ احنا في الفوج الرابع عندنا تقريبا 3 إلى 4 شركات قطريه. بجانب الى الشركات العالميه، ليش عدد قليل؟ لان مثل ما انت عارف اخوي نايف هالمجال وهالقطاع التكنولوجي المالي شوي جديد في البلاد. فهاي احنا هدفنا في بنك قطر للتنمية من انشاء المركز على اساس ان ننشر هالوعي حق رواد الاعمال وحق الناس اللي موجودين في البلاد شنو هي التكنولوجيا المالية، نثقفهم ونعلمهم زيادة. اكيد. اليوم نبي نتعرف على مدة وخطة البرنامجين وايضا الدعم اللي تقدمونه لهالشركات اللي تم اختيارهم. تملك البرنامج لمدة 12 أسبوع اللي هو يمتد على 3 شهور. ينقسم على قسمين، قسم اللي هو الورش اللي نعلمهم مثلا بشكل عام أشياء عامة، والبارت الثاني اللي هو ناخذ الشركة نفسها ونشوف شنو الشريك اللي ممكن هالشركة يسوي معها ما يسمونه مثل بارتنرشيب وهذه الأمور. الدعم اللي احنا نقدمه في بنك قطر للتنمية عندنا دعم مادي وعندنا دعم معنوي. الدعم المعنوي اللي هو نجيب مرشدين مدربين، وزائد ان شركائنا الاستراتيجيين مثل مركز قطر المال والاعمال يوفر حق الخريجين اللي يتخرجون من عندنا في البرنامج ان يعفيهم من رسوم التسجيل حق السجل التجاري لاول سنة. نعم. ممكن الحاضنة ربما تكون معروفة، لكن لما نقول مسرعة التكنولوجيا المالية هذه المقصود فيها الدعم اللي انت تكلمت عنه ولا في أمور ثانية كذلك توفر؟ لا، الحاضنة الله يسلمك اللي هي حق الناس اللي توهم في بداية المشروع، يعني ما صار له مثلا يعني أكثر من يعني يمكن أقل من 3 أو 4 سنين في المجال. المسرعة هو اللي صار له فوق 5 أو 6 سنين، عنده ربح عالي، عنده مستثمرين كثار، وانه يعني صار له باع طويل في المجال. نعم، لكن اكيد البرنامجين لهم اهميه كبيره بالنسبه للشركات اللي تم اختيارهم. اليوم خلينا نقارن هذه الشركات بعد انتهاء ال 12 اسبوع او ال3 شهور مثل ما تفضلت، شو الامور اللي راح يكتسبونها بجانب الدعم اللي تقدمونه في بنك قطر للتنميه؟ طبعا هو بعد لما نخلص ال 12 اسبوع عندنا يوم عرض المشاريع. يوم عرض المشاريع هو نجيب كل الانفسترز اللي في الداتا اللي عندنا، نعزمهم على يوم عرض المشاريع على اساس نتيح حق هذول الشركات فرصه من قبل المستثمرين يستثمرون في شركاتهم اللي مهتمين في قطاع التكنولوجيا الماليه. بعد يوم عرض المشاريع احنا ما نوقف عن دعمهم. انت خلاص تخرجت من برنامج قطر التكنولوجيا الماليه، اي شيء تحتاجه، اي جهه تبي تسوي معاها شيء تعال كلمنا واحنا بنوصلك وياهم ان شاء الله. نعم. التلاقي ما بين أصحاب الأفكار والمستثمرين هذا يكون في حضانة قطر للأعمال. احنا حضانة قطر للأعمال احنا معهم، يعني كلنا نندرج تحت بنك قطر للتنمية. نعم. اليوم يعني اعتقد ان انتم تكون عندكم دفعتين في السنة الواحدة. اليوم اللي يحب انه يطلع على مثلا الدفعة القادمة، لو نقول الدفعة الخامسة، شنو هي المعايير اللي يحتاج انه يطبقها على اساس انه من اليوم يتجهز ويكون باذن الله موجود معاكم؟ طبعا احنا اهم شيء نفس ما قلت لك في البدايه، اهم شيء انه يكون فكرته قابله للتطبيق، ممكن انها تمشي في سوق العمل القطري، وان اذا عنده اي استفسار اي شيء قبل ما يدش المجال، عنده اي استفسار يجي عندنا، على اساس مو مثلا يقدم ولا شيء عقب لا قدر الله الطلب ماله ينرفض ولا هاي، عشان شيء احنا نحبذ نقول عندنا يقدر يشوف المعايير او يقدر يشوف شنو طريقه اليه التقديم في مواقعنا، او ان احنا موجودين في حاضنه قطر للأعمال اي وقت اي حد يقدر يمر ويتسأل. يعني مو بشرط انه يكون المشروع قائم، ممكن يجيكم بالفكره لكن تكون مجهزه ومكتوبه وواضحه المعالم. احنا في مركز قطر للتكنولوجيا الماليه نحبذ ان تكون الفكره موجوده، او مثلا السوليوشن موجود على الاقل كنظام برمجي، مو بنظام برمجي اللي هو مثلا نموذج اولي يكون جاهز. نعم. لان انا بكره اذا اخذت شخص خليته يقابل مثلا بنك، اذا انت مثلا فكرتك ما عندك نموذج اولي ولا شيء، صعب انه ممكن تسوي التقارب معه. اكيد. اخوي هلال، يعني اليوم احنا نتكلم عن وصولكم للدفعه الرابعه، الشركات اللي كانت موجوده معاكم او نفسهم اللي كانوا موجودين في برامج الدفعه الثالثه الثانيه الاولى، هل ممكن اليوم في لقاء مع الدفعه الرابعه لتبادل الافكار والتجارب اللي مروا فيها؟ طبعا احنا عندنا نحرص على في كل فوج نبتدي نسوي مثل ورشه، نخلي احد الخريجين ولا الخريجين يكون موجود وانه يتكلم، يعطي انطباعه وشنو استفاد شنو سوى هالامور. نعم. بالنسبه لجانب المستثمرين، يعني كذلك هل لهم قواعد معينه، معايير معينه للانضمام والاشتراك مع هذه المشاريع الشابه؟ لا، ما في اي معايير، هاي بينك وبين رائد الاعمال نفسه. لما احنا نخلي احنا لما نسوي يوم عرض المشاريع، رائد الاعمال يعرض مشروعه، عقب نسوي مثل، لان احنا برنامجنا كله فيرتشوال اتصال مرئي، فنسوي مثل غرفه خاصه فيه ان اي مستثمر يقدر يحجز موعد مع رائد الاعمال، عقبها يتناقشون على الامور اللي هم يحتاجونها. نعم. وبالنسبه للدفعات السابقه الاولى والثانيه والثالثه، هل اليوم احد المخرجات موجوده اليوم في السوق القطري؟ نعم، في احد المخرجات موجوده في السوق القطري، وفي احد خريجينا موجودين حاليا في البيئه التجريبيه اللي اطلقها مصرف قطر المركزي اللي تسمى ساند بوكس. الساند بوكس هو عباره ان انت تحط يعني هالبرنامج يدخل هالبيئه التجريبيه، على اساس المصرف المركزي يقدر يقرر اذا يقدر يشتغل في السوق ولا لا، فالحمد لله قاعدين نشوف نتائج. اكيد. اخوي هلال، ختاما معك في هذا اللقاء، الى جانب برنامجي حاضره ومسرعه التكنولوجيا الماليه، الامور القادمه المستجده باذن الله سبحانه وتعالى عندكم في بنك قطر للتنميه اللي ممكن يستفيد منها رواد الاعمال بشكل خاص. احنا ان شاء الله الحين ننطلق في الفوج الرابع. ايوه. ولما نخلص ان شاء الله الفوج الرابع، في نص الفوج الرابع بنجتمع مع الشركاء الاستراتيجيين على اساس نخطط حق الفوج الخامس. باذن الله ان كل شيء بيكون على التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، ونفس ما قلت لك في البدايه، اي حد محتاج اي معلومه اي شيء احنا موجودين في الحاضنه. أكيد. يقدر على طول يروح بنك قطر للتنميه يزوركم هذا. حاضنه قطر للأعمال اللي في الصناعيه. يعني عندك شيء ولا شيء تبي تعرف الجديد، نايف وسائل التواصل الاجتماعي، وموقعهم الالكتروني وافي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك يعني حتى في انا لي زياره شخصيه يعني لموقعهم في حاضنه قطر للأعمال، فعلا قاعدين يقدمون الشيء الكبير اليوم للشباب، على اساس انهم ينطلقون بمشاريعهم، ولكن الاستغلال، انا من وجهه نظري الاستغلال من الشباب اليوم مو بالقدر الكافي من ما يقدم في حاضنه قطر للأعمال وبنك قطر للتنميه. مثل هالبرامج نايف راح تسهم اكيد في وصولها لاكبر شريحه ممكنه. مشاهدينا، في ختام هذا اللقاء اكيد لا ننسى ان نشكر السيد هلال علي الكواري، واخصائي حاضنه الاعمال في بنك قطر للتنميه، شاكرين تواجدك معنا في حياتنا. مشكورين. جواك الله اخوي هلال، وكل التوفيق ان شاء الله لجميع العاملين في بنك قطر للتنميه وحاضنه قطر للأعمال. وكذلك جميع من يتقدم للمساعدة وتطوير الأعمال، حتى كذلك رواد الأعمال نفسهم. أكيد نايف، احنا راح نستمر مع السادة المشاهدين في حلقة اليوم من حياتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. إذن عودة لكم مشاهدينا الكرام، وحديثنا الآن راح يكون عن مركز قطر معهد التكنولوجيا اليوم أو الحاسب التابع لجامعة حمد بن خليفة، وراح نتكلم اليوم عن أحدث البرمجيات اليوم بهذا المعهد بعد توقيع الاتفاقية مؤخرا. فاليوم يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو المهندس أحمد مصلح، وهو مهندس برمجيات بمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة. مساك الله بالخير. وبداية لو ناخذ نبذة اليوم عن معهد قطر لعلوم الحوسبة. ممكن نبذة تاريخية بسيطة عن المعهد. هو أسس على الأساس البحثي، يأخذ البحث ومنها نروح على ننتج هذا البحث في اللي هو المقر أو نأخذ الورقة البحثية اللي أنتجناها ونروح على اللي هو الكونفرنس اللي نعرض عليه هذا البحث. وعلى مدى السنين اشتغلنا في هذا الموضوع، والحمد لله مش بس أثبتنا وجودنا، أبدعنا فيه الحمد لله على مدى السنين. وفي الآونة الأخيرة انتقلنا لموضوع اللي هو البحث، ولكن ناخذ نتائج هذا البحث ونحطه في اللي هو المجتمع، بحيث أنه نحط نأتي بتغيير إيجابي للمجتمع بشكل عام. وهذه بالنسبة للمعهد تعتبر خطوة طبيعية من خلال وأسهل طريقة ممكن نوصل نتائج هذا البحث إلى السوق المحلي والعالمي إن شاء الله. أخوي أحمد، خلينا نتكلم عن الاتفاقية اللي وقعتوها في معهد قطر لبحوث الحوسبة وأيضا شركة إعجاز لأنظمة الحاسوب، وموجب هذه الاتفاقية وأبرز الأمور اللي تنص عليها. الاتفاقية هي اتفاقية اكسكلوسيف على حق التوزيع بشكل عام، ولكن هم كشركة موجودة في الدوحة لهم تخصص تقني في هذا الموضوع في هذا المجال، وعندهم عدة خدمات يقدموها للسوق الموجود هنا في الدوحة وخارج الدوحة طبعا. ومن هذه الأمور أنه هم أبدوا اهتمامهم وإعجابهم بمنصة صقر، وحبوا أنهم يأخذوها للنكست ليفل أو للأعلى. أكيد. نعم. ومن هذا احنا طبعا أبدأنا إعجابنا في هذا الموضوع وكملنا في هذه الاتفاقية. وطبعا هم عندهم اللي هو الخبرة في أنه لو أثبت وجود السوق اهتمامه في منصة صقر ممكن يأخذوها ويطوروا فيها ويكملوا عليها إن شاء الله. نعم. حديثنا اليوم عن منصة صقر واهتمام هذه الشركة في هذه المنصة، لو اليوم تعطينا بس نبذة تعريفية عن منصة صقر وأهم الخدمات اللي اليوم توفرها. ممكن. أعطيك مثال، لو أنت مثلا رائد أعمال وحاب تتعرف على أداء الماركة تبعتك في اللي هو السوق، أو تشوف المود الشارع بشكل عام كيف أداؤه في السوق، كيف موضوع اللي هو هل هو شيء إيجابي أو شيء سلبي. لنفترض أنك قدمت خدمة جديدة، كيف نظرة اللي هو الكاستمرز أو اللي هم اللي ياخذوا منك هذه الخدمة، كيف نظرهم للخدمة الجديدة اللي قدمها. أحد الطرق اللي ممكن تسويها اللي هي طبعا تطلع الجوال، طبعا تدور على الموضوع وتشوف، بس هذه طبعا واحد هذه ممكن يضيع فيها، مرهقة وغير دقيقة يعني هذه بالضبط. فأسهل طريقة بسيطة ممكن تسويها إنه إذا أنت عارف، أنت طبعا عارف اللي هي الماركة تاعتك اللي أنت أصدرتها، طبعا ممكن تبحث عن هذا الموضوع في هذه المنصة وتشوف اللي هو الناس كيف يتكلموا عنه، هل هو شيء إيجابي، هل هو شيء سلبي. طبعا فيك تشوف موضوع اللي هو طبعا إذا أحيانا بيكون أشياء سلبية، بس مش شرط إنه تكون سلبية، لأنه بسبب اللي هو ما يسمى بالذباب الإلكتروني. صح. فالذباب هذا ممكن إحنا عندنا اللي هي الفيتشر بتسميها إنه تكشف هذا المخاصية، تكشف هذا الموضوع. نعم. وهذه واحدة من اللي هي الفيتشرز الموجودة في منصة صقر. أكيد. اليوم خلينا نتكلم عن ما يميز منصة صقر عن غيرها من المنصات، في عدد كبير أمانة من المنصات في هذا الجانب، لكن شو اللي يميز صقر اليوم يخليها منصة مميزة فعلا؟ منصة صقر طبعا هي مبنية بالعربي، إيه؟ إنه كل شيء فيها ممكن أنت تستخدمها كشخص عربي، ما في عندك أي إشكاليات فيها. محرك البحث يتم إنتاجه من خلال اللي هي المعهد، ومن يعني كفاءته باللغة العربية جيد، يعني ممتازة ما شاء الله. وبخصوص هذا الموضوع إنه نفترض إنه أنت كباحث أحيانا تبحث في موضوع اللي هو الذباب الإلكتروني، وطبعا في عندك اللي هو إذا ناخذ تويتر على سبيل المثال، إذا عندك كتلة من الناس أبدوا إعجابهم بهاشتاج معين، ممكن تشوف الهاشتاج المعينة هذه مع هاشتاج أخرى ممكن هم يكونوا مهتمين فيها. وهي نبذة بسيطة عن الموضوع. يعني أعتقد تسمى يمكن باللغة الإنجليزية هذه الخاصية اللي هي الليسننج بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وغيره، كذلك تضم الإذاعات ربما والصحف في هذا الأمر؟ في المنصة هاي صقر نفسها لا، ولكن منصة صقر هي موجودة، اللي هي البنات اللي انبنت عليها منصة صقر ممكن تبني عليها شيء ثاني. وطبعا هذه المنصة منصة صقر اللي بنيناها استخدمت عندنا في المعهد لبناء منصة ثانية اللي هي ابلكيشن موجود ممكن تستخدمه الآن، اللي هو على الاي او اس وعلى اللي هو البلاي وعلى الاندرويد، اسمه زمن، لمواكبة اخر الاخبار المحلية والعالمية باللغة العربية والانجليزية. نعم. اليوم هذه المنصة هل هي متوفرة يعني للعامة؟ هل تحتاج تكلفة للاشتراك على اساس انك تستفيد من هذه الخدمة؟ الديتيلز انا مش متاكد فيهم كثير بخصوص الموضوع، بس كشركه ممكن تكلموا اللي هي شركه اعجاز بخصوص الموضوع هذا، وهم طبعا تكفلوا اللي هو الديستريبيوشن والتوصيل الى السوق. فلما طبعا احنا نتكلم عن شركات ومؤسسات، ممكن وزارات، حتى ممكن شركات ربحيه وغير ربحيه، احنا طبعا دائما يعني نبحث عن هذه الشراكات. اكيد. ذكرت لي المنصه اللي موجوده على الزمن اللي موجوده على الابل ستور او حتى جوجل بلاي، خلينا نتكلم اكثر عنها ونبي الساده المشاهدين اليوم يتابعونك ينزلون هذه المنصه ويستفيدون منها. طيب طبعا هي تعتبر ابلكيشن بسيطه، ممكن تنزلها الحين على الاندرويد وعلى الاب ستور. الشيء اللي يميزها فعلا انه أنت بتختار مثلا اللي هي الدولة اللي أنت ناوي تكون فيها، حتى إحنا نحدد لك أو نجيب لك الأخبار اللي أنت ممكن تكون قريبة إلك. مثلا إذا كان في الدوحة بنجيب لك أخبار من مثلا دوحة نوز، الراية، أشياء اللي هي بتكون الصحف المحلية، من نعطيك إياها بشكل أكبر. طبعا إذا كنت في يعني مثلا إذا كنت في الكويت، إذا كنت في الأردن، بتشوف اللي هو كمان الموضوع اللي هو الصحف المحلية اللي هنا. بس هذه خاصية موجودة. هذا هو الابلكيشن. هذا هو. يعني هو متوفر، تقدر انك تنزله سلمان عادي، امورك طيبة، تشوفه مع مشاهدينا. لو يكتب زمن باللغة الإنجليزية بيكون واضح ان شاء الله ان الكل يقدر ينزله. كان نزلت قدامك ترى. خلاص تطبيق على الهواء مباشرة. خلاص تمام. المهندس أحمد مصلح، وأنت مهندس برمجيات في معهد علوم الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، شاكرين تواجدك معنا في حياتنا، وإن شاء الله إلى الأمام دائما وتجمعنا لقاءات أخرى يا رب. آمين. شكرا كثير على الاستضافة، الله يعافيكم. شكرا لك. مو بأول مرة أن حد يكون معنا اليوم من مركز قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، والإنتاجات اليوم اللي قاعدة تصدر للعالم الرقمي باللغة العربية كمحركات بحث أو كبرامج أو كبرامج تحليلية باللغة العربية. سلمان، هذه نادرة في العالم العربي وقيمتها تكون فعلا عالية للمستخدم. بغض النظر عن الأمور التكنولوجية، جامعة حمد بن خليفة اليوم وتركيزها على اللغة العربية من خلال معاهد معينة موجودة ومراكز وأندية وورق بحثية وطاقم تدريسي واهتمامه باللغة العربية، إلى جانب طبعا المجالات والتخصصات الأخرى، ولكن لما نتكلم بشكل خاص عن اللغة العربية ففي اعتزاز وفخر ودعم للغة العربية من جامعة حمد بن خليفة. أكيد يعني، وهذا ضمن رؤية وتوجه الدولة. يعني يكفي بأن كانت هي العامل الأساسي في الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن يتم إدراج اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية. سلمان، احنا وصلنا للختام مع السادة المشاهدين. الموعد إن شاء الله يتجدد في نفس التوقيت مساء غدا في تمام 7:00. لذلك الحين تقبلوا تحية طاقم عمل برنامج حياتنا، ومع السلامة. أمان الله.